ومسكين حكام يعني الاستاذ معنا الاستاذ نجلاء منظمه حملت انقى الاسماء وكيف لا وهي تهدف الى خدمه الكريمات بنات الكرام. مؤسسه او منظمه كريمات بدات العمل في عام 2013 تهدف الى تمكين المراه السوريه ودعمها نفسيا واقتصاديا عبر تنميه مهاراتها ومواهبها لتكون قادره على اداره حياتها. يسعدني ان اقدم الاستاذه نجلاء الشيخ، هي حاصله على جائزه بناء السلام من نيويورك ومؤسسه لمبادره كريمات التي تحولت الى منظمه، حاصله ايضا على جائزه مؤتمر الشرق للمشاريع الصغيره، وكما تحب ان تعرف عن نفسها ام لشابين مميزين كما اخبرتني. ايضا بدات مبادرتها بسن 2000 بأكوبة صوف خطام الصوف لتصبح منظمه مسؤوله عن كرامه المراه. شكرا كثير استاذه خولة على هذا التقديم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا حييتم بتحيه، انا كلمه السلام هي بتعني لي السلام، فانا كثير متوتره مشانكم، شايفكم نعسانين عم راقب التثاؤب، وهي الماده شوي حزينه يعني، فبدي انشطكم. لا، اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا ما كتير من الناس اللي بلتزم بالبرزنتيشن أبداً، رح حول الجلسة إن شاء الله، يعني الله يقدرني إن شاء الله ما تكون مملة، بتمنى كتير وكون هيك خفيفة الظل عليكم، رح حولها لشي تفاعلي. الأمس كان ابني عم بيشوفني وأنا عم حضر، قال لي ماما الحضور ليش ما بيعرف هذا الحكي؟ قلت له يعني فعلاً ضايقت. شو بدي له؟ قلت له ايه كل الحضور بيعرف هذا الحكي، بس هي فرصة انه نراجع المعلومات سوا، لهذا السبب خلونا نراجع المعلومات سوا. مين بيعرف شو يعني هي، او مو مين بيعرف، اكيد الكل بيعرف، بس انا بدي شاب يساعدني بتنقل المايك. المفروض انه نبدأ بتمرين بس الوقت قصير، ممكن يتطوع. مين ممكن يقلنا شو بيعرف عن الصحة النفسية، او شو يعني صحة نفسية؟ بدنا هذاك الشارع كان كله نايم او يعني عم يتعب. مين فيه يفيدنا بكلمتين شو يعني الصحة النفسية؟ اي بس ما في وقت. دكتور هاني جايك الدور. شو بتعرفوا شو يعني صحة نفسية؟ لما بنقول كلمة صحة نفسية شو بيخطر على بالكم؟ الاستقرار النفسي، يعني العقلي والجسدي وكل شيء. الاستقرار النفسي والجسدي. حدا بحب يضيف كمان؟ الشخصية السوية. السلام الداخلي. السلام الداخلي هون بسمع. اوكي. السلام الداخلي. السلام الداخلي. مين كمان ممكن يفيدنا بمصطلح ثاني عن الصحة النفسية؟ التعافي التام. طيب سؤال ثاني، مين ممكن يقلنا شو يعني الصحة العامة؟ صحة، هيك صحة الجسد، يعني الإنسان مو مريض بنقول عنه صحة عامة؟ أخواننا هون تشمل الصحة البدنية والصحة النفسية أيضا. الصحة النفسية والصحة البدنية. حد هون ممكن يضيف؟ أستاذ خالد. خالد لا يسألك التليفون ولا تسمع. شو يعني الصحة العامة؟ تفضل. الوقاية من الأمراض بشكل عام، الوقاية من الأمراض والارتقاء يعني بأفضل حياة بصحة سليمة. يعني الشخص اللي ما عنده أمراض فينا نقول عنده صحة عامة، هيك قصدك؟ صحيح. مين حدا ممكن يقول شو يعني صحة عامة؟ الصحة العامة لا تعني الفرد أو الجسد، إنما تعني الصحة الاجتماعية من الأمراض النفسية، من الاضطرابات، من الفساد، من هذا المعنى. يعني شخص ما عنده اضطرابات نفسيه؟ لا، انت كانها شامله مجموعه من الناس او بيئه او المجتمع وليس فرد واحد. اذا هي شغله متكامله. طيب سؤال ثاني، مين بيعرف شو يعني العافيه؟ نسمع كثير بهذا المصطلح العافيه. لو سمحت اعطي المايك للاستاذ خالد، هو بيعرف شو يعني العافيه. مستقصدائنا للاستاذ خالد. لا بالأول الوحيد اللي كان نايم بس مجهول. السلام عليكم. مساء النور، بتعريف الصحه العامه ونربطها بالعافيه. تفضل. الصحه العامه منظمه الصحه العالميه عامه هي
حالة من الاكتمال البدني والنفسي والعقلي والقدرة على الإنتاج وليس الخلوق من الأمراض. وبالتالي العافية يعني ليس معناه أن الإنسان يكون سليم بدنيا، وإنما يكون قادر أنه يفكر عقليا ومستقر نفسيا وقادر على الإبداع والإنجاز. ما فتحت الموبايل، فتح على جوجل، عرفت الصحة النفسية. إذا هيك خلاص، إذا هيك خلاص. طيب شو يعني مرونة؟ شو يعني مرونة؟ الشابات، الشابات لو ما تعرفوا خلينا ناخذها. صحيح، عفوا، القدرة على التأقلم. تفضل. القدرة على التأقلم، القدرة على التعامل مع الأشياء التي تحصل بصورة يومية ودورية، الأحداث بتاعت الحياة. نعم، برافو. حدا عنده شيء ثاني عن المرونة ممكن يفيدنا؟ تفضل. القدرة على تحمل ضغط في وضع سيء من ظروف معينة، يعني قابل لاستقبال جميع المتغيرات الحاصلة في البيئة اللي متواجد فيها. كويس. حدا تفضل. أنا تكون القدرة على النهوض، يعني على النهوض، على التعافي، قدرة على التعافي. أوكي. طيب مصطلح ما هو؟ تفضل. أوكي. السيدات هون. ما يختصر بمثل ما يقال لا تكون صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، يعني بين الأمرين. إنه تكون مرن. أوكي. هذا المرن بشكل عام. أوكي. ممكن حدا يقول مرر علينا هذا المصطلح، ما هو الدعم النفسي الاجتماعي؟ الاختصاصيين لا يرفعوا ايدهم. تفضل تفضل تفضل. القدرة على اتخاذ القرار السليم في ظروف استثنائية. طلع على كمبيوتري شيء؟ ها؟ طلع على كمبيوتري. طيب هذا ما هو الدعم النفسي الاجتماعي؟ كثير بنسمع هذا المصطلح، هذا المصطلح خصوصا الناس اللي بتشتغل في العمل الانساني. تفضل. العلاج من ضحايا الكوارث. العلاج، العلاج بالدعم النفسي الاجتماعي شو يعني؟ علاج الصدمات. تفضل. هي مجموعة برامج يعني تعد المجتمع الذي يتعرض إلى نكبات وأمور يعني أزمات نفسية. لايك. طيب سؤال الأخير، ما هو التمكين؟ كل الناس إذا نشتغل بنقول لهم تمكين. ما هو التمكين؟ الناس اللي شغالة بالعمل الإنساني، ما هو التمكين؟ تفضل. الدعم النفسي الاجتماعي هي مجموعة الأنشطة والمستويات التي نقدمها من أجل توازن نفسي للشخص في مجتمعنا. هذا بالنسبة للدعم النفسي الاجتماعي. إذن هي مجموعة إجراءات أو إجراءات. أنشطة أو عمليات أو هاي بتقلب. أوكي. هذا مركزنا الاجتماعي بكليس، أحد برامج الدعم النفسي الاجتماعي. رح نرجع للتعاريف، ما رح طول عليكم. الصحة العامة، طبعا هاي تعريفات معترف بها من منظمة الصحة العالمية. الصحة العامة قال هي 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 حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ليس فقط انعدام المرض او العجز. يعني مش الشخص اللي هو ما عنده امراض فينا نقول عنده صحة عامة، لازم يكون الشخص عنده اكتمال سلامة بدنية وعقلية واجتماعية مثل ما قالت السيدة. الصحة النفسية هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي. يعني الصحة النفسية مو بس الدول اللي فيها كوارث هي متعرضة للصدمات، يعني هي الحياة بشكل عام فيها صدمات، المشاكل الأسرية، المشاكل العائلية، مشاكل العنف، هاي كلها مشاكل العمل، حتى الاضطرابات اللي
اللي بتنتج عن ضغط العمل، عن ضغط الإدارة، عن ضغط المسؤولين، هذا كلياته ممكن يسبب إلى توترات. إذن هي الصحة النفسية هي حالة من العافية، ممكن إنه لكل فرد يمكن إدراك إمكانياته الخاصة إنه ممكن يتأقلم مع هاي الأمور، أو يكون عنده مرحلة من التعافي من حالات التوتر. على فكرة هو اللون، اللون هو سوء اختيار مني، انا بحب اللون البنفسجي وبقصفته على كل شيء، سوء اختيار. العافيه، العافيه هي شغله كثير مهمه. العافيه هي حاله ايجابيه، هي الحاله الايجابيه التي تكون فيها حال الشخص جيده، مزدهره، متاثره ايجابيا بالتفاعل بين العوامل النفسيه والاجتماعيه. طبعا في بعض البعض بيقول انه العافيه من التعافي، يعني العافيه هي بتجي بعد ايش؟ بعد مرض، بعد مرض، بعد صدمه، بعد كذا، فهي العافيه. بس العافيه هيك لحالها ما بتجي، تحتاج لعده ادوات، تحتاج لعده عوامل. اهمها، بما انه مو مبين عليكم شو مكتوب، اهمها هو الدعم العاطفي، اهمها هو الصحه البدنيه. انا كثير مهم انه يكون عندي صحه بدنيه، حكينا عنها من شوي، لحتى امر بمرحله العافيه. كثير مهم يكون عندي معرفه، حكاها احد الدكتور السيد في بدايه المحاضره، انه انا يكون عندي معرفه. المهم يكون انه انا عندي حب للتعلم. مهم كثير يكون البيئه الداعمه، البيئه الداعمه كثير عامل مساعد للعافية. العامل الديني، كثير ناس مرت عليهم فقدوا أولادهم، فقدوا بيوتهم، وكانوا إيمانهم قوي ومحتسبين. دائماً نحن بنعزي هذا الأمر للعامل الديني، للتربية الدينية الأساسية، يعني الأساسيات كثير مهمة. بالإضافة العافية كمان كثير مهم فيها هو الدعم المالي. المرونة، المرونة قال هي القدرة على الاستجابة أو التأقلم بشكل إيجابي مع التحديات أو الصعوبات، واسترداد العافية من خلال تجاوز المعاناة بطريقة إيجابية، مثل ما أحدكم عرفها. بال 2014 أنا كنت لاجئة جديد بتركيا، كان لي سنة، كلفني والي كلس أنه أنا أروح أعمل دعم نفسي اجتماعي لمخيم كلس 1 وكلس 2. لازم بكل اسبوع اروح على يوم الثلاثاء، اروح على كلاس 1، ويوم الاربعاء اروح على كلاس 2. لما قابلته للوالي قلت له طيب، يعني صايم معلم، انت بتعرف انه انا امراه مضطربه، يعني انا جيت على تركيا بعد ما وقع علينا البرميل، بعد ما اصيب ابني فوتته على المستشفى، عدينا على 80 جثه وقت اللي اصيب البرميل، وجينا على تركيا مشيا، كيف انت بدك تبعتني على مخيمات انا اعمل دعم نفسي اجتماعي وبدي اقدم هذا الشيء للنساء؟ بتذكر انه جاوبني هذا الجواب، بس اذا بتسمحوا لي اشرب مي. المفروض انه انا ما اتغدى. جاوبني الوالي وقال كلمة واحدة، قال لي إنه نجلة، إنه أنت عندك مرونة وعندك قدرة على التأقلم وعندك قدرة على تجاوز الأزمات، لهيك أنت فيكي تعملي دعم نفسي اجتماعي. بصراحة هاي الجملة يعني هي أعطتني شيء من القوة وأعطتني شيء من الطاقة. الشيء اللي كمان كنت بدي أذكره، الدعم النفسي الاجتماعي، قال هو شكل من أشكال الدعم المحلي أو الخارجي. حدا قال هذا الحكي، وهو بيهدف لحماية عافية الفرد النفسية والاجتماعية وتعزيزها. كمان هو بيشتغل على الوقاية من المشكلات أو الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تكون من آثار الأحداث الصادمة والأزمات، بحيث يحصل الأفراد على المساعدة اللازمة للتكيف مع مواقف الحياة الصعبة. أنا آسفة، أنا طالعة من كورونا وجاي لعندكم، فعندي هاي الإشكالية. يعني طبعاً التغلب عليها لهي الأزمات والحياة الصعبة، وإعادة دمجهم مع محيطهم الاجتماعي، والاستفادة من آليات التأقلم الفردية والمجتمعية. طبعاً ولا يتطلب الدعم النفسي الاجتماعي بالضرورة للتدخل التخصصي. هذا هو الفرق اللي نحن دائماً عنا إشكالية. الدعم النفسي الاجتماعي
هو في فرق كتير كبير وبين التدخل الدوائي. الحالات اللي عم نمر فيها نحنا أو اللي نحنا عم نشتغل عليها أو منظماتنا اللي عم تقدمه هو اسمه دعم نفسي اجتماعي. المراكز الاجتماعية اللي نحنا نشتغل فيها أو نقدم الخدمات للنساء فيها هي بتقدم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، يعني هي بعيدة عن التدخل الدوائي. التدخل الدوائي بيكون لحالات فردية بدها استشارة الطبيب أو بدها جلسات متابعة دقيقة مع الطبيب. لكن ممكن هاي الاضطرابات اللي نحنا مرينا فيها في الوطن العربي بعد الربيع العربي تتعالج بالدعم النفسي الاجتماعي. لما أسسنا منظمتنا أول شيء كانت هي مبادرة ببيتي، بلشناها مع 18 امرأة، بعدين انتقلنا إلى مكان هو هذا البيت العربي اللي هلأ كانت فيه الصورة. فكان في أحد الأصدقاء قال نجلاء السيدات اللي عم يجوا بياخذوا الخدمة مثل التمكين الاقتصادي أو التمكين المعرفي، فهدول بحاجة إلى دعم نفسي اجتماعي. طبعاً بهذاك الوقت بال 2013 يعني أصلاً أنا شخصياً ما كنت أعرف يعني كيف بدي أقدم مشروع، كيف نعمل بروبوزال، كيف يعني كنا عم نشتغل مراحل إسعافية، شو اللازم فوراً نشتغل عليه.